بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرتنا لهذا اليوم بعنوان Diagnostic Test for Musculoskeletal System. First of all, diagnostic tests include three kinds of studies. ثلاث أنواع من الدراسات المختبرية أو التشخيصية. Imaging studies اللي هي دراسات اللي تأخذ الشكل أو تفحص جسم المريض بالكامل. Nuclear studies الدراسات بالنظائر المشعة. Laboratory studies اللي هي أيضا الدراسات المختبرية اللي يعني يأخذون دم المريض ويفحصوا. نجي على أول واحد اللي هو الإيميجينج بروسيجر. أول اختبار في هذا النوع من التشخيص هو الراديوغرافيك ستاديز. الراديوغرافيك ستاديز من اسمه اللي هي التشخيص بالأشعة السينية، طبعا يكون عن طريق الإكس راي، ويتم التقييم بهذه الطريقة من أجل تحديد البون دنسيتي كثافة العظم، تكستشر يعني نقول عليها النسيج كيف يكون ناعم أو هناك تفخنات أو هناك fibrosis corrosion أي تآكل بالعظم and change in bone relationship وإذا هناك أي قطع في العظم معناته وجود كسر. عندنا النوع الثاني اللي هو CT scan. CT scan معناته computer tomography scan اللي هو عملية التصوير المقطعي للعظم. Show in detail a specific plane of involved bone. يعني يظهر لنا بالتفاصيل هذا العظم نوع النعومة أو الشكل الكامل لهذا العظم. إذا كان هناك أي interruption به أي abnormality به and can reveal tumors ويبين إذا كان هناك أي تورم أو هناك أي injury in soft tissue وإذا كان ligaments اللي هي الأربطة اللي تربط بين العظام or tendon اللي هي تربط بين العظام والmuscles. إذا CT scan يظهر لنا الفائدة مالته هو used to identify the location and extent of fracture. يعني في حالة وجود الكسر راح يظهر لنا مكان الكسر وامتداد الكسر الموجود بالعظم في مناطق مختلفة وممكن أن يعطي تقييم لها. Magnetic Resonance Imaging اللي هي MRI وطبعا هذه هي الرنين المغناطيسي وهذا هو Non-Invasive Procedure يعني ما يحتاج إلى أن يدخل داخل الجسم أي تيوب أو أي أبرة مجرد أن الفحص يكون خارجي فهو يسمونه Non-Invasive يعني بدون تداخل من خلال السكن يعني ما يسوي interruption in skin integrity. A special imaging technique وهذا عادة هاي الأجهزة الحديثة هي غالية جدا ووجودها في داخل المؤسسات أو المستشفيات الصحية هذا تساعد على كثير من اكتشاف كثير من الأبنورماليتيز. طبعا راح يكون هذا الجهاز حقل مغناطيسي على أساسه راح يبدي يكون نوع من الويفز اللي هي الأمواج اللي نقول اللي ممكن أن من خلال هذه
الحقل المغناطيسي تساعد على أن تتراص في مكانات اللي يوجد فيها abnormalities، بينما الأماكن الأخرى اللي ما بها أي abnormalities ما يكون هناك يعني أي تراص، وإنما يكون الانتشار طبيعي. طبعا هذا يساعد to demonstrate abnormalities of soft tissue، يعني مو شغله راح يكون على العظام بس، وإنما حتى soft tissue مثل المصلز مثل الليجمنتس كلها ممكن أن يبين الابنورماليتيز الموجودة بهم. إذا كان هناك أي تضيق بالفازلز وحتى الطريق الموصل إلى العظم، يعني كل المكان من خارج العظم إلى داخل العظم. الأريتروغرافي، الأريتروغرافي هو عبارة عن راديوبك سبستنس، يعني هي عبارة عن مادة نسميها صبغية، وهذه المادة الصبغية أو أحيانا مو تكون صبغية وإنما هوائية تدفع إلى داخل المفصل. طبعا المفصل يوجد فيه كافيتي، يعني أماكن فارغة، وهذه الأماكن الفارغة لما تدفع به هاي المادة الصبغية وتكون هذه نشطة، هذه المادة الصبغية تكون تعطي شكل الستركتشر أو السوفت تيشو الموجود في هذا الجوينت، وهذا تساعد to identify acute and chronic tears of the joints، يعني إذا كان هناك أي يعني شق أو قطع في الكابسول of the joints، يعني هذا المفصل أي شيء موجود به غير طبيعي ممكن أن يكتشفه، مثلا في حالة الليجمنتس الأربطة الموجودة اللي تربط بين العظام العظمتين اللي تشكل المفصل، وخاصة مثلا في بعض المفاصل مثل الني الشولدر الأنكل الهيب and wrist. بون دنتستومتري، هذه هنا كثافة عظمية used to estimate bone density، يعطينا الكثافة العظمية. ليش نقول الكثافة العظمية؟ طبعا العظام صحيح هي مادة صلبة موجودة في داخل الجسم وهي تعطي الشيب للإنسان، لكن في بعض الناس في حالات مرضية في عمر معين قد تكون يكون هذا العظم الكثافة العظمية تختل في أوقات معينة نتيجة أمراض معينة، كما في حالات النساء لما يكونون منابوس يعني بعد سن اليأس يكون عندهم هشاشة بالعظام مثلا، فالهشاشة العظام معناته أن الكثافة العظمية قليلة، معنى أنه الأنسجة العظمية تكون قليلة، ولهذا الفراغات الموجودة في داخل العظم راح تكون كثيرة فيكون العظم قابل للكسر. لهذا ممكن أن نشاهد الكثافة العظمية من خلال إكس راي أو من خلال ألترا ساوند ديترمين بون مينرال دنسيتي، يعني نشوف وجود المعادن في داخل هذا العظم هل هي كافية أم أنه تركت، أن هاي المعادن ممكن أن تخرج من العظم لأسباب كثيرة. قد يكون السبب هي السيدنتري لايف، الحياة الكسولة، الناس اللي ما يتحكون ما يمشون ما يكون عندهم نشاط بمشي يوميا، لأنه قلة الحركة تساعد على خروج العظام الكالسيوم من العظام فتبقى العظام رخوة، ولهذا راح تسبب لنا مشكلة أخرى لما يخرج الكالسيوم. هذا الكالسيوم راح يكون في الدورة الدموية ممكن أن يروح إلى الكدني ويسبب الكالكولاي اللي هي الستونز الحصى. وأيضا من أهم المناطق هي المناطق اللي تكون بيها نوع من الأشكال، يعني العظام اللي تكون غير نمطية اللي هي مو ما تكون ممتدة وإنما تكون ضيقة مثل الرست اللي هي المفصل الرسغ، أو الهيب اللي هو مفصل
الورك اللي هي نقاط دقيقة، or spine اللي هي بالفقرات، to estimate the extent of osteoporosis. ولهذا الأوستيوبيروسيس هو اللي احنا نسميها شاشة العظام. So measure here bone quantity and quality and used to estimate bone density and the risk of a fracture for osteoporosis. هؤلاء النساء بالذات اللي عندهم osteoporosis، غالبا ما يكون الأوستيوبيروسيس عند النساء، يعني يكون عندهم حصول الكسر يعني مسألة يعني منطقية جدا وممكن أن تحصل في أي وقت لا سامح الله. nursing care في حالة إنه إحنا نريد نفحص هذه المريضة، الممرض أو الممرضة لازم يتأكد إن المريض في كل البروسيجرات اللي تكلمنا عنها قبل شوية، إذا كان MRI أو CT scan كلها راح نحتاج إنه تطلب من المريضة أي جزء معدني ما يكون موجود في ملابسها، في شعرها، في جسمها، مثل بس ذهب، مثل بس حتى الحلقة لازم تنزعها، أي ماشة بالرأس لازم تنشال، إذا عندها أي يعني أجزاء الجسم داخل الجسم مثلا سوي عملية، حتى مثلا بعض العمليات تحتاج إدخال بروستيسز يعني مواد اصطناعية معدنية داخل الجسم، لازم تخبر المريضة الممرضة إنه هي في داخل جسمها توجد هاي الأجزاء المعدنية حتى يقرر الطبيب استخدام other kind of diagnostic finding. نعم. nuclear studies النوع الثاني اللي هو نسميه النيوكليير ستدي. هذا النيوكليير ستدي مثل ما قلنا النظائر المشعة. أول شيء عندنا البون سكان، والبون سكان هو عملية تصوير العظم، وعادة هذا تستخدم النظائر المشعة الراديو ايزوتوب. الراديو ايزوتوب عادة هي مادة مشعة و تدخل إلى داخل الجسم عن طريق الآي دي، وبعد مرور ساعتين من الانجكشن إلى 3 ساعات يسوون عملية الاسكان. هذه فائدتها شنو؟ To detect metastatic and primary bone tumor، يعني تراوينا إذا كان هناك لا سامح الله وجود ورم بالعظم ومدى انتشار هذا الورم. عادة أي أورام سرطانية من تكون تكون طبعا ما تكون ثابتة في مكانها، الطبيعي لما تكون الأورام خبيثة تنتشر، ولهذا ممكن أن يساعدنا في مسألة الأورام العظمية. أيضا الأوستيوميلايتس، الأوستيوميلايتس اللي هو التهاب العظم، بمعنى أنه يعني يكون عندنا التهاب في العظم أو البون مارو للعظم يعني داخل العظم نفسه، فهذا الالتهاب الموجود بالعظم ممكن أيضا البون سكان يساعد حتى نحدد وجوده أو لا. certain fracture بعض أنواع الفراكتشر اللي ما ممكن أن تكون واضحة في أماكن معينة، ممكن أن تكون غير سهلة التصوير، فممكن أن تساعدنا النيوكليير ستدي أو البون سكان على أنه تحددها. and septic necrosis وايضا تساعد على تشخيص او تحديد اذا كان موجود في العظم اي تآكل نتيجة الكونتامينيشن. nursing intervention في حال الراديو ايزوتوب استخدامنا لهذه المادة تتطلب من عندنا انه نسأل المريضة اذا كانت امرأة انه هل هي حامل او لا، اذا كانت حامل لا يمكن ان نسوي لها الراديو ايزوتوب لانه يؤثر على الجنين. هاي اولا. ثانيا encourage the patient to drink plenty of fluid حتى يساعد على انه يخرج من جسمه هذا الايزوتوب، لانه كمية السوائل اللي راح يتناولها كل ما زادت
كل ما شجعناه على الشرب خرجنا هذه الراديو ايزوتوب بان تبقى مشعه بعد ان ينتهي البروسيجر، ايضا راح تبقى هي مشعه. لهذا لازم على الشخص اللي يسوي هذا الاختبار لازم يشرب وراء يكمل الاختبار كميات كبيره من الماء، ويحاول انه امتي ذا بلادر، لانه عمليه تفريغ المثانه كل مره بشكل متكرر وكميات كبيره من السوائل انه يشربها حتى تساعد على خروج كل هذه الماده اللي هي ماده مشعه ممكن تأثر على الناس اللي أيضا يكون حوالين المريض وعلى المريض نفسه. النوع الثاني اللي هو الإندوسكوبيك ستاديز. الإندوسكوبيك ستاديز أو أنواع عديدة عندنا من أنواع التشخيصات اللي هي الإندوسكوبيك. من نقول إندوسكوبيك يعني إدخال مثلا تيوب إلى داخل المفصل، مثلا عندنا الأريثروسكوبي. الأريثروسكوبي هذا عادة سرح يجينا بعد وراها أريثروسينتيسيس. الأريثروسكوبي فرق عن ذاك أنه هنا المادة اللي مستخدمة هي عبارة عن منظار معدني وثقب يكون موجود مثلا في الركبة يساعد على إدخال هذا المنظار المعدني، ومن خلال عدسة يستطيع الطبيب أن يشاهد، يعني يصير عنده دايركت فيجواليزيشن وخاصة بالمفاصل. يعني هذه الأريثرو، من يقول كلمة أريثرو يعني مفصل، مفصل وليس عظم، مفصل. إذا أريثروسكوبي يعني تصوير المفصل أو إدخال ناظور في داخل المفصل، وهذا يحتاج إلى غرفة عمليات وتجهيز المريض حتى يساعد حتى نشوف ويقدر الطبيب يشخص الجوين ديس أوردر إذا كان هناك أي أبنورماليتي. طبعاً الانجكشن أوف لوكال أنستيزيا مطلوب قبل ما يسوي الطبيب البروسيجر، لازم يدفع مادة تساعد على تخفيف الألم، ما قلنا تسبب يعني هي بس مجرد أنستيك لوكال أنستيزيا، يعني فقط المنطقة وليس سيستميك، يعني بس المنطقة اللي هي الجوينت راح تبدي تتصدر، ما يحس المريض بالألم. ويستخدمون لغرض الأريثروسكوبي لارج بور نيدل، يعني النيدل المدفوع مو هو نيدل الأبرة لا، ولكن هو نيدل بون أغلظ من الأبرة ومعدني، وفي راسه أكو عدسة لينس، وفي النهاية ممكن النهاية الثانية ممكن أن يعني الطبيب يخلي عينه ويشاهد من بعد ما يدخل هذا النيدل أو لارج بور نيدل إلى داخل الجوين، يقدر يشاهد المكان بوضوح، ويقدر يدفع مادة سلاين مثلا مي وملح، هي مادة ملحية تدفع بالبداية حتى يعني شلون السائل راح يساعد على الرؤية أكثر، لأنه راح يحاول أن يبعد الأشياء اللي هي مضايقة، وبالتالي الرؤية اللي لما تكون صعبة راح تكون لما وجود أكو سائل سالين راح يكون أكثر سهولة. طبعاً هذا يساعد إنه شوفنا الشوك الطبيب الستركتشر السينوفيوم اللي هي المادة السائلة اللي تكون بالمفصل واللي تساعد على اللوبريكيتينج، يعني المفصل لما المفصل يتحرك، هسه أي واحد من يتحرك مفاصله تحتاج إنه يعني مو وحدها هي تتحرك بشكل، ولكن يعني رب العالمين خلي سائل، هذا السائل يساعد على إنه يكون كأنما مادة زيتية زيت المنطقة حتى تمنع احتكاك هاي العظام. articular surfaces وايضا المناطق المتمفصله ممكن تكون سهله الرؤيه بالنسبه للجراح. شوفوها هذه اللي قلنا عليها الابره، هي اكبر من الابره وناظور، ومثل ما تشاهدون هذا الناظور اللي راح يدخل في داخل المفصل
أكو ناظور ثاني من منطقة ثانية ممكن أن يساعد على مثلا قطع الجزء اللي هو مثلا هي هذه تشخيصية علاجية، يعني مو بس التشخيص، يعني هم يشخص وبنفس الوقت ممكن أن يعالج إذا عرف المشكلة وين، أو شاهد مثلا هذا النتوء اللي مثلا موجود اللي يحتاج فقط أن عملية ريموفال، فممكن أن يسوي له ريموفال في هاي الـ3 مناطق اللي هي ثقوب صغيرة موجودة تساهم في عملية. الواحد يدخل حتى من عندهم من اللي يلزمه الدكتور يدخله حتى يشاهد من خلاله وين المشكلة، لما يوصل لها بالثاني ممكن أن يقطع هذا الجزء الثاني، ومثل ما تشاهدون هذا الجزء الثالث اللي بي تيوب نازل، هذا الجزء هو اللي راح يكون عندما يسحب ممكن تخرج درينز او ابسس او سوائل، ممكن يسحبون السينوفيوم يعني السائل هذا الزيتي لما يكون ابنورمال كلر يعني معناته ملتهب، فممكن ان يسحبوه واما للتشخيص او كعلاج. نعم. كومبليكيشن، طبعا هاي العمليه ما دام هي انفسيف بروسيجر يعني معناته انه اكو تداخل بها بالجلد، فاذا لابد ان يكون بها كومبليكيشن. من ضمن الكومبليكيشن اللي ممكن ان تحصل اللي هي الانفكشن، ممكن ان يصير عند التهاب لان اكو فتحه حصلت ممكن ان تدخل من عندها جراثيم. الهيم ارثروسيس ممكن ان يتكون خثره دمويه في منطقه المفصل. النيورو فاسكولار كومبرومايز هذه ايضا ممكن ان تحصل عندنا نوع من يعني التأثير على الجانب العصبي والأوعية الدموية والسيركيليشن يتأثر عليهم، يعني ممكن أن تأثر على السيركيليشن، تأثر أيضا على الموشن الحركة مالت الطرف، وأيضا ممكن السنسيشن يتأثر يعني خدر يصير بالطرف هذا. فأي واحدة من إذا صار كومبرومايز يعني معناته أكو مشكلة، يعني ممكن نحتاج إلى رفع الطرف أو إدخال المريض في معالجة أخرى إذا ما نفع هذا الشيء. ثرومبوفيليبايتس اللي هو التهاب الأوعية الدموية وحصول خثرة في داخلها ممكن أيضا هذا يحصل. استفنس ممكن يصير استفنس في منطقة المفصل نتيجة قلة السائل لخروجه إخراجه بشكل مقصود. أدهيجن ممكن يصير عندنا عملية التصاقات تحصل في بين المفاصل في داخل المفصل نفسه. دلي ووند هيلينج ممكن أن يتأخر عملية الشفاء لهذا الجرح. نيرسينج كير طبعا بعد البروسيجر لازم يصير عملية ربط the joints with a compression dressing to control swelling. لازم نسيطر على عملية وجود أي swelling ممكن أن يحصل، لازم نسوي عملية ربطين لأنه هذا الربطين رح يقلل من السويلينج، لأنه رح يضغط على المفصل من الخارج ويمنع من أنه يقبل بالتجمع السائل، وحتى نقلل من التورم أيضا عملية أخرى كلش مهمة اللي هي الآيس أبليكيشن، يعني ممكن أن يستخدمون ثلج يخلوه بكيس ويخلوه على المفصل مفصل الركبة حتى يسيطرون على الأديمة والديسكومفورت. ثلاثة ممكن أنه الجوين إسكيب إكستندد يعني يخلون المفصل ممتد ومرتفع إلى مستوى القلب حتى يقللون السويلنج. أما بالنسبة للنيوروفاسكولار فانكشن فهي مثل ما قلنا ثلاثة، تتضمن السيركوليشن والموشن والسنسيشن. السيركوليشن بمعنى أنه أنا شلون أشوف الطرف القدم، يعني أنا مو أشوف المفصل، لا أشوف القدم لهذا المفصل اللي استوى به العملية وقارن بالطرف الثاني يعني من الأقدام، أشوف مثلا أنه هل هذا الطرف اللون مالته شاحب أم طبيعي مثل الطرف الثاني.
والتمبرشر هل انه بارد ابرد من الطرف الثاني او لا. كابيلاري ريفيل ايضا اضغط على الاظافر واهدها يعني حتى اشوف رجوع الدم بسرعة لها، لازم يكون خلال 3 ثواني. الموشن هل انه حركته صار بها نوع من الويكنس او صار بها نوع من الفراليسيز، يعني ما يقدر يدوس على رجله اللي سوى بها العملية. سنسيشن البارستيزيا هل عنده نوع من الضعف في هذا الطرف، يعني unrelenting pain يعني مستمر، ألم مستمر. pain on passive stretching كل ما نحاول انه احنا نمد، نقول passive يعني احنا كممرض اني اقوم بعملية المد للمريض، اصير اذا العملية passive. اذا active يعني معناته هو المريض يقوم به. احنا نقول المريض ما دام عنده الم او احنا نخاف ليكون عنده الم، فاحنا لما نمد الساق ممكن ان يكون عنده الم، فهو يخاف مرات انه هو يمد لان يقول لك اقل يكون ابو الم، فنقوم احنا بالعمليه. absence of feeling يعني ما يحس، يعني من توغزه بأبرة ما يحس، هذه اللي هي sensation. ايضا من ضمن النيرسينج كير ادمنستر انرجيسك تو كنترول ديسكومفورت، لازم ندخل الانرجيسكس يعني المواد بعد اذا كان عنده الم لازم ياخذ المريض بعض الانرجيسكس. وايضا اكسبلين وين ذا بيشنت كان ريزوم اكتيفيتي اند وات ويت بيرنج ليميتس، يعني لازم نقول لهذا المريض انه ما دام انت عندك في رقبتك آلام، فهنا عندك أنت مشكلة مثلا في الرقبة، أما ضعف باللجمنت، أو عندك مثلا يا مريض أرثرايتس، ما يصير هذا المريض يشيل ثقل، يعني ويت بيرنج يعني لا وزن يزيده ولا هو يشيل وزن حتى مثلا يحمله مثلا من منطقة إلى منطقة، لأن هذا رفع الأشياء الثقيلة أو رفع الأثقال تسبب ضغط على الركبة، فقدر الإمكان أنه ما يشيل أي شيء ثقيل ولا يزيد من وزنه. أريثروسنتيسيس، بالنسبة للأريثروسنتيسيس هو عبارة joint aspiration يعني عملية سحب من الجوينت، يعني نريد نسحب من الجوينت مثلا سائل السينوفيال فلويد، وهذه عادة لما نريد ناخذ هذا السينوفيال فلويد من أجل examination، يعني نريد احنا نريد نشوف هذا السينوفيال فلويد دي مشكلة تغير باللون أم لا، or to relieve pain due to lesion أو أنه مثلا نوخر السينوفيال فلويد حتى يقل الألم، أو أنه نتيجة كثرة السائل يعني مرمى الرجل أو الركبة مرمى بشكل مفصل مرمى بشكل كبير بسبب كثرة السائل، فهذا يساعد على تخفيف الألم يعني ما يصير ضغط على الأجزاء الصلبة. examination used to diagnose septic arthritis، وعادة حتى من نطلع هذا السائل حتى نشوف إذا كان عندنا أي شيء يعني شنو بدي جرثومة ممكن أن تكون موجودة في داخل المفصل، فهذه نسميها inflammatory erythropathies، يعني هل إنه السبب بهذا السوالينج وهذا السبتيك arthritis يعني إنه وجود أي microorganism of contamination. inserting a needle طبعا العملية تكون من خلال إدخال أبرة، بس هذه هنا الأبرة هي أبرة سرنجة وتدخل إلى داخل جوينت من منطقة معينة ويسوي عملية سحب للسائل. يدفعون أيضا أنتي إنفلاماتوري ميديكيشن ممكن أن تدفع إلى داخل السينوفيال فلويد أو إلى داخل الجوينت حتى تعالج المشكلة إذا كان عند المريض التهاب. استيرال دريسنج طبعا بعد ما يسحب الأبرة لازم أيضا مثل الحالة السابقة أريثروسكوبي، هنا أنا لازم استرال دريسنج
نخلي عليه، وبعد ما نكمل عملية الاسبيريشن، وحتى تمنع السوالينج وحتى تحافظ على الرطبة في وضع صحيح. هذه هي العملية مثل ما قلت لكم، هنا مجرد سرنجة ولكن حجمها شوية كبير 20 سي سي مثلا، وممكن النيدل مالتها راح يكون أكبر حجم بالنسبة للسرنجة. الكترومايوغرافي، الكترومايوغرافي من نقول كلمة مايو ويا الالكترو، الالكترو هو الكترتا، مايو مسلز، جرافي تخطيط، إذا هي عملية تخطيط العضلات مو شكل الالكترو. فهنا يصير عندنا تعطينا انفورميشن عن إمكانية العضلة، هل إن بيها تمزق، هل بيها ويكنس، هل بيها ديسابيليتي، هل بيها بين، كل هاي المعلومات من خلال الالكترو مايوغرافي. وهذا طبعا جهاز يشبه جهاز الام ار اي يدخلون المريض به. طبعا هنا نيدل الكترويدز ار انسيرتد ان انتو سيلكتد مسل. هنا عندنا في الجهاز مثل الالكترويدز، يعني شلون نقول بها اقطاب، هذه تكون جزء معدني به رئيس مدور، هذا الرئيس راح يكون يتخلى على المصل المعينه ويصير يشوفون الالكتريكال ستيمولي، يعني التحفيز اللي راح يصير بالعضله، ويسوون ايضا ريكورد على شيت يطلع لنا كأنما شلون ورقة الفحص اسكيلوسكوب. طبعا اذا صار ديسكومفورت عند العضلة بالعضلة مالت المريض نستخدم وارم كومبرسز حتى توفر الالم المتبقي اللي ممكن ان يحصل، مثل هذا الجهاز اذا تشوفوه يخلوه على منطقة العضلة ويشوفون شنو المشكلة، مثلا هل هو ضعف في العضلة أو لا. البايوبسي هو هنا البايوبسي هو أخذ عينة أو خزعة perform to determine the structure and composition of bone marrow muscles and synovium، وهذا يساعد على معرفة التركيب الطبيعي للبون مارو للعظم للمصل للسينوفيوم إذا كان مفصل، ويحدد specific diseases أيضا يساعد حتى نعرف بعد بالمختبر ممكن أن يحددون شو الورم المشكلة، يعني إذا هي ورم أو غير شيء. ما هي النيرسين كير في هيك حالة في كل البروسيجرات اللي قبل شوي تكلمنا عنها؟ هنا راح يكون طبعا عندنا monitor the biopsy site for edema، لازم احنا البايوبسي اللي اخذناها وخصوصا المكان اللي اخذنا من عند القزعة، هل انه صار بيها bleeding، صار بيها infection، صار بيها edema، يعني عادة كأنما انت تستقطع جزء من المكان هذا وممكن يصير بيه infection. Apply ice as prescribed to control bleeding and edema، ولازم أخلي ثلج بفترة حتى يخف الأدمة. Analgesic are administered for comfort، وعادة نخلي نعطي المريض analgesic as recommended by doctor للمريض. آخر نوع study هو laboratory studies، البلاد كيمستري ستاديز، عادة الكيمستري هي معناتها أن ناخذ عينة من الدم ونفحص مثلا سيرام كالسيوم ليفل، وعادة هو سيرام كالسيوم يصير باختلاف عند المريض اللي عنده أوستيوماليجيا اللي هي أيضا نوع من حالة ضعف العضلات وانحنائها أو العظام العفو وليس العضلات، يعني يكون
مائلة أو منحنية من السيقان مال الشخص، تكون مقوسة إلى الخارج. Parathyroid function، هل إنه الباراثايرويد مثل ما تعرفون الباراثايرويد يفرز يعني هرمون الباراثرمون، والباراثرمون دائما بحالة متعاكسة ويا الكاليسيتونين اللي ينفرز بالدم، يعني هو ينفرز هو من الغدة الدرقية، ولكن حسب مستوى الكالسيوم الموجود بالدم. بوني تيومر الأورام العظمية، prolonged immobilization. طبعا هذا الimmobilization مثل ما قلنا، إذا مثلا واحد نسوي له casting أو traction، هذول السحب والتجبيس، هذول ما يصير يتحركون، يعني يبقون أيام وأيام نايمين على السرير. فطبعا من ما يتحرك الكالسيوم، قلنا الإنسان ما يتحرك شو يسوي، يخرج من العظام إلى الدم ويفقد العظم كثير من الكالسيوم. فممكن نشوف مثلا السيرام فوسفورس ليفل، واللي هو يكون يعني مرتبط دائما ويا المال ابزوربشن سيندروم، يعني عملية اختلال الامتصاص. البيت اسيد فوسفيت ان كانسر، وارتفاع نسبة حامض الفوسفيت كما في حالة السرطان. الكالين فوسفيت is elevated during early fracture healing، في بداية عملية الهيلينج بالفراكشر ايضا يرتفع الالكالين فوسفيت. and in disease with increased osteoblastic activity، زيادة الاوستيوبلاستيك معناته انه اكو كانسر او تيومر. ثالثا سيرام انزيم level of creatine kinase and aspartate aminotransferase، اللي هي عبارة عن إنزيمات من الكبد، وهذه ترتفع كل ما صار عندنا muscle damage. aldose elevated in muscle disease، في حالة لما يصير عندنا muscle dystrophy يعني ضمور العضلات، الألدوز راح يبدي يرتفع. والسيرام أوستيوكالاسين اللي هي أوستيوكالاسين اللي هي عبارة عن بروتين المغذي للعظم، وهذا البروتين المغذي للعظم يحتاج إلى 49 نوع من الأمينو أسيد، فلهذا هو نسميه بون جي ال اي بروتين، وهذا بروتين العظام، واللي هو ايضا يبين لنا اذا كان مثلا منخفض معناته ان البروتين قليل في العظم، فممكن ان يكون العظم تيرن اوفر يعني كانما يتراجع في عمليه بناء. يورين كالسيوم ليفل انكريز وذ بون ديستركشن، طبعا الكالسيوم الموجود باليورين ايضا نحتاج نفحصه، اذا زاد معناته انه البون ديستركشن يعني ده يفقد العظم من الكالسيوم، فده يخرج كميات كبيره من الكالسيوم من البول، وهذا معناته لازم نفحص شنو الباراثايرويد ديسفانكشن، ممكن يكون هو السبب، في لازم تفحص الباراثايرويد هرمون. والميتاستاتيك بون تيومر، وإذا كان ممكن يكون عندنا ممكن بون تيومر مالتيبل مايلوما ممكن أن يكون، فهذه كلها مسببات لهذا السؤال. لهنا تنتهي محاضرة الدايجنوستيك تيست، نلتقيكم إن شاء الله في محاضرة فراكشر.